مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وآراء. هناك بعض القضايا تتقاطع فيها الكثير من المواضيع التي تم إدراجها ضمن هذا البرنامج منذ بدايته. من بين هذه القضايا إشكالية الأمن أو المقاربة الأمنية. فالأمن عنصر استقرار في المجتمع وكذا عنصر تقدم، ولا يمكن في غيابه أو انعدامه استشراف مؤشرات إيجابية للمستقبل في مختلف المجالات. أهمية الموضوع أملتها حوادث الإجرام المتفاقمة مؤخرا بكل الأشكال في جل المناطق وبدون تمييز في الضحايا، مؤشرة دفعت مجلس النواب إلى جعل هذه القضية محور الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة كما تابعنا ذلك بالأمس. وهذا المساء ضمن البرنامج نواصل النقاش مع ضيوفنا وأسئلتكم، لكن قبل ذلك نستمع لجانب من تدخل رئيس الحكومة سيد عبد الإله بن كيران أمام مجلس النواب بالأمس. نريد أولا أن نشخص الوضعية العامة للأمن ببلادنا قبل التطرق إلى جهود الحكومة وخططها لتحسين هذه الوضعية. أولا، إن التتبع اليومي للوضعية الأمنية من طرف المصالح المختصة لا يشير إلى وقوع انفلات أمني دائم، إذ أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تظهر ما يلي: المعدد السنوي لعدد الجرائم المسجلة لم يعرف أي زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث انتقل حسب وزارة العدل من 400,303 سنة 2002 إلى 445,566 سنة 2011. معدل الجريمة بالمغرب يبقى والحمد لله متدنيا مقارنة بالدول المشابهة. الأمر يتعلق بجريمة حضرية، أكثر من 65% من القضايا تسجل على صعيد المدن. الظواهر الإجرامية هي في مجملها بدائية، تستهدف بصفة عرضية الأشخاص دون سابق معرفة من المجرمين به، ولا أدل على عدم وجود انفلات أمن دائم، وأن المواطنين والأجانب الزائرين أو المقيمين ببلادنا يتعاطون لأنشطتهم على صعيد ربوع المملكة بشكل عادي، مما يعني أن الوضعية الأمنية بصفة عامة ووضعية الجريمة بصفة خاصة تبقى تحت السيطرة. وفي نفس السياق، وبالرغم من الأحداث التي تشهدها دول شمال إفريقيا والساحل والصحراء، فإنه لم يصدر عن سلطات أي بلد أجنبي تحذير لمواطنيه من السفر إلى بلادنا، وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن وضعية الأمن مثالية بالنسبة إلينا. إن مقاربة الحكومة للمسألة الأمنية تعتمد على معالجة أسباب الجريمة وتعزيز الترسانة القانونية الزجرية وتقوية قدرات المصالح الأمنية. كما تعلمون، فإن انتشار الجريمة له أسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية والتربية وتلاشي القيم وتردي الوضعية الاقتصادية واتساع الفوارق الفئوية وضعف التأثير الاجتماعي والسياسي للناشئة من طرف الأسرة والدولة والمجتمع المدني وانتشار المخدرات بين الشباب. وهنا لا بد من أكد على واحد مثال: لا يمكن في يوم من الأيام أن يصبح هنالك مهمة اجتماعية من هذا الحجم تتحملها الدولة وحدها. الأمن هو أول وقبل كل شيء مسؤولية الأسرة في التربية، ومسؤولية المدرسة في التربية والتكوين، ومسؤولية الأجهزة الموجودة في المجتمع سواء تعلق الأمر بالدولة أو المجتمع المدني وما إلى ذلك، وبكامل الجدية. وكل هذه العوامل ذات طبيعة هيكلية وليست نتاج ظرفية جديدة يمكن معالجتها بسرعة ووفق منظور أمني صرف. فالقضاء على الجريمة وجنوح الشباب يقتضي معالجة الأسباب العميقة للظاهرة. لذلك فإن الحكومة في إطار مقاربتها الوقائية للموضوع تسعى إلى معالجة الظاهرة من خلال إعادة الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة والتربية وتأطير الشباب وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومعالجة الهشاشة والفقر والتكافل الاجتماعي وإصلاح القضاء وإعادة النظر في السياسة الجنائية ووضعية السجون. لا يخفى أن كل هذه العوامل هي عوامل الكثير منها جديد في مجتمعنا، وهو مرتبط بالمجتمع العصري بصفة عامة ويدفع إلى الجريمة بشكل أو بآخر. وحتى ربما يعني الاختلالات الاقتصادية الموجودة بين مختلف شرائح المجتمع والتي يعني كان مسؤول عنها بشكل أو بآخر الذين لم يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل في إعادة التوازن إلى المجتمع فيما سبق، كل هذا يعني يؤدي إلى ارتفاع الجريمة وهذا معروف كونيا.
إذن القضية هي المقاربة الأمنية والآراء، آراء كل من السادة. عزيز قرمط برلماني عن حزب العدالة والتنمية، مرحبا بك. مرحبا، شكرا. تعليق حول الموضوع. شكرا للسي عبد الرحمن على الاستضافة. الموضوع اللي نحن بصدده وما ذكره السيد رئيس الحكومة واللي كعفو جميع المغاربة ما يمكن إلا نأكدوا، لأنه الحمد لله وحنا جايين هنا، جينا للبرنامج ما جيناش وعندنا الهاجس الأمني أننا غيعترضنا أحد، ثم ملي غادي نخرجوا في 11 الليل ما حصلش عندنا هذا الهاجس. بالتالي ما يمكن إلا من خلال هذا الباب نحييوا المجهودات ونشكروا المجهودات اللي كتقوم بها كل من رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة الأمن الداخلي ثم الجيش الملكي اللي كيحمي الحدود. الحمد لله حنا كنعرفوا ما تعيشوا بعض البلدان اللي هي مجاورة لنا من أحداث دامية، ولكن الحمد لله هذا كيأكد بأنه ما وصلناش للمستوى اللي نوليو نتكلموا على أنه بالفعل كاين واحد الإجابة من واحد النوع معين. شكرا لك. يسعدنا أن نستقبل أيضا عميد الشرطة الممتاز السيد أحمد بن نحمان، أستاذ بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. مساء الخير. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. لا شك أن موضوع اليوم هو موضوع له راهنياته، موضوع حيوي وأساسي يتعلق بالمقاربة الأمنية، وهذا الحلقة هي فرصة لتعميق النقاش حول هذا الموضوع. طبعا مداخلة السيد رئيس الحكومة أشارت إلى كون الجريمة هي متغير تابع لمتغيرات ثابتة، ولا يعني الإحساس باللا أمن أن الجريمة في ارتفاع، بل قد يكون هذا الإحساس نتيجة لطبيعة بعض الأفعال الإجرامية الأكثر شيوعا والتي لا تعني كما قلت أنها جرائم مثيرة للقلق. الوضع وفقا للإحصائيات المتعارف عليها دوليا هو وضع مريح وجد متدني مقارنة مع الأرقام المسجلة على الصعيد الدولي للحديث عن مجتمع إجرامي. نعم، شكرا. ذلك ما سنرى خلال النقاش. بعد أن نقدم ممثل المعارضة في الحلقة السي أحمد التهامي، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. مساء الخير السي عبد الرحمن. أولا بغي نشكرك على هذا الموضوع في هذا الوقت وفي هذه المناسبة، لأنه يعني الأمن والسياسة والسياسيين المعارضة والأغلبية والإعلام، هذا من الموضوعات اللي في الحقيقة ما كيجتمعوا هالمكونة ديالها غير في دولة ديمقراطية، بينما كاين دول ما كتكونش عندها هذه الفرصة أنه هذا النقاش بين المسؤولين عن الأمن والسياسيين. وحنا واحد الوقت كان السياسة شي حاجة اللي هي ممنوعة، دابا الحمد لله مشاعة، كل شيء كيبغي يتعاطاها بحال كرة القدم. اللي بغيت نقول هو أنه السيد رئيس الحكومة المحترم يعني في التصريح ديالو جا واحد مجموعة الأشياء في اعتقادي كأستاذ في علم الإجرام لا يزكيها مبادئ علم الإجرام نفسه، لا فيما يتعلق بالإحصائيات، لا فيما يتعلق بالتصور للأمن، لا فيما يتعلق بالتصور للأمن، تصور ضيق ألقى بالكرة على الأسر والتربية إلى غير ذلك، ونسى الحكومة وركز على الإجرام ربما ضد الأشخاص وهذا، وخلى الأمن يعني بالمعنى الشامل اللي هو الأمن الغذائي، اللي هو الأمن الاقتصادي، الأمن القانوني، الأمن القضائي، محاربة الجريمة الإرهابية اللي هي الخطر كبير، المخاطر اللي كتهدد بلدنا نتيجة يعني ما يقع في مالي إلى غير ذلك. وهنا بالمناسبة بدورنا تنحيوا رجال الأمن على الدور الناجع اللي كيقوموا به في محاربة الجريمة الإرهابية، وهذه المقاربة الاستباقية اللي بينت أنها في المدة الأخيرة تم فكح العداد من الخلايا الإرهابية، وهذا اللي تخلينا الحمد لله نعموا بالأمن ونناقشوا فعلا ونمشيوا حنا بهدوء واطمئنان إن شاء الله. نقدم أيضا السيد إحسان الحافظي، صحفي باحث في العلوم الأمنية وتدبير المخاطر، مرحبا بك. مساء الخير أستاذ الرحمن. مساء الخير الحضور الكريم. أنا أنطلق من يعني على ضوء ما جاء في خطاب رئيس الحكومة. أنا أعتقد بأن إثارة يعني الوضعية الأمنية أو الحالة الأمنية في ضمن جلسة دستورية شهرية هو في حد ذاته مؤشر على أن هناك تحول لمناقشة القضايا الأمنية من قضايا قطاعية تهم جهاز محدد وفق سياسات يعني محصورة الفاعلين إلى يعني قطاع يتحول تدريجيا إلى سياسات عمومية
يعني تكون موضوع مراقبة ومتابعة داخل البرلمان. لكن هذا لا يعني لا ينفي أن هناك يعني في العلوم الأمنية عموما الأرقام التي كشف عنها رئيس الحكومة أو الأرقام التي جاءت تقدمها يعني الجهات الرسمية كإحصائيات حول مكافحة الجريمة بشكل عام هي تمثل ما يسمى في العلوم الأمنية بالأرقام غير الحقيقية، لأنها تمثل الإجرام القضائي وليس الإجرام الحقيقي، بمعنى هي أرقام مصرح بها من طرف مختلف الأجهزة مختلف المؤسسات سواء القضائية أو الأمنية التي تتدخل في هذا المجال، لكنها لا يعني كما جاء في مداخلة الأستاذ لا تمثل يعني لا تعكس الواقع الإجرام الحقيقي، وهنا تطرح إشكالية أساسية يعني تدخل في تتدخل في هذا الموضوع، وهو ما يصطلح عليه في العلوم الأمنية بالإحساس باللا أمن، لأن هذه القيمة ديال الإحساس باللا أمن هي في حد ذاتها قيمة اجتماعية سيكولوجية لا يمكن أن تترجم إلى أرقام، لكنها نعم. توجد في واقعنا. إذا ندخل في صلب الموضوع معك سي عزيز. إذا كاين واحد جوج ديال الأمور ثابتة، هي أنه الوضعية ماشي لا تثير القلق، يعني كاين الأمن الحمد لله في البلاد، لكن كاين حوادث متفرقة يمكن كما وصفها الأستاذ بأنها البشاعة ديالها هي اللي تتعطي واحد الإحساس. كاين أيضا إجماع على الدور اللي تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية، لكن كيف قال سي إحسان كاين واحد الشعور باللأمن ربما من خلال الحديث السائد في المجتمع اللي تتحدث في السنقة ولا في المقهى ولا مع أي حد، تتلقى بأن ما كاينش شي عائلة ولا واحد المجموعة اللي فلتات من هذا نوع من الإجرام سواء كان بسيط أو لا كبير. أولا يصعب التعميم سي عبد الرحمن هذه المسألة هذه، لأنه في حدود علمي ليست هناك دراسة أكاديمية بل ليست هناك معاهد متخصصة لدراسة لرصد الظاهرة الإجرامية في المغرب، وبالتالي إعطائنا إلى أي حد ممكن نتحدث على اللا أمن. ممكن نتحدث على اللا أمن، أكيد كاين جرائم، كاين جرائم اللي هي كتسمى في أنا ماشي متخصص في هذا الشيء، ولكن جرائم الخفيفة اللي هي ديال النشل وديال سرقة الهاتف، وأعتقد أنه أكثر من 80% من نوع الجرائم هي هذا النوع من الجرائم هذه. ولكن اسمح لي وصفها بخفيفة، راه ماشي خفيفة، راه غير مجرد أنك يدي لك أنك تعرض لواحد الأعمال ديال العنف راه تيخلي واحد الأثر ما نبسطوش بهذه الدرجة. لا ليس هناك تبسيط ولا أي شيء، فقط هذه الجريمة مسألة الجريمة ما يمكنش نتكلموا عليها بمعزل عن الظواهر الاجتماعيه اللي كتعيش وسطها، لان هي ظاهره اجتماعيه معقده. الوقت اللي كيتكلم السيد رئيس الحكومه على انه كاين الفاعلين اللي خصهم يكون عندهم تاثير في هذه العمليه هذه ديال الامن، كاين الاسره وكاين التعليم وكاين الحكومه على راس الدوله، وهذا الشيء ما يمكنش فيه الجريمه ماشي اليوم وواحد النهار استفقنا على انه كاين لا امن، هذا سياق تاريخي. راه الجريمه ملي كانوا جوج الناس في كره الارض ديال الارض وقعت جريمه هابيل وقابيل، واحد فيهم تقتل واحد، وبالتالي هي مساله متواتره، مساله عندها جذور، يمكن غادي يجي في السياق باش نتحدثوا عليها. المنظومه التعليميه ديالنا والتربيه ديالنا كيفاش كانت، يعني السياسه الجنائيه ديالنا واش كان بالفلسطين السياسه الجنائيه، الظروف التي كيشتغلوا عليها رجال الامن، الترسانه القانونيه المسطره الجنائيه اللي الاولى اللي كانت في 62 وخذات عمر تقريبا 41 سنه، اليوم هذه اللي تم التعديل ديالها في 2004 ما بقاتش الان صالحه. كاين واحد التسارع ديال الاقتصاد، كيفاش تطور وكيفاش وسائل الاتصال، هذا الشيء ما يمكن الا يعطينا النتيجه الان. انا دائما كنقولها في النقاشات ديالي، احنا بصدد نتيجه، ما يمكنش نتكلموا على النتيجه، خصنا نجيو نتكلم على المسببات. اعتقد انه كلها والدور ديالو غيجي يمكن في واحد الشق ديال الحوار باش نتكلموا على الادوار ديال كل فاعل في هذه العمليه هذه. نشوفوا السي تهامش يقول في هذا الشيء اللي تقول فيه بانه الاسباب، واش هذه الاسباب اللي ذكرت تتبرر يعني انه المستوى، وان هذا المستوى ماشي من الخطوره ولا من الحده ما كان. بغيت نوضح واحد المساله، انه المسطره الجنائيه كانت في 59 ماشي في 62. الجريمه سي عبد الرحمن كظاهره اجتماعيه عندها عده اسباب، ولكن هي دائما هي نتيجة ماشي سبب، نتيجة لأشياء سابقة عليها. نعم. ومن هذه الأشياء اللي هي سابقة عليها كاين عدة مدارس، واللي هو أساسي أنه الشروط المادية للعيش الإنسان لها دور كبير في إنتاج أو تقليص حجم الجريمة. لهذا تنعتبر احنا يعني في حزب الأصالة والمعاصرة أن حجم الجريمة كما تتطور في بلدنا هي نتيجة اختلالات جوهرية
في السياسات العمومية فيما يتعلق بمحاربة البطالة، محاربة المخدرات، محاربة الهجرة القروية، فيما يتعلق بالرعاية بالمرأة، بالطفولة، بالشباب إلى غير ذلك. فهاد السياسات هذو هما اللي خلوا أنه الجريمة اتخذ هذه الأشكال واتخذ هذه الأنواع وتحدث هذه الظرفية بهذه المستويات المختلفة. لهذا تنقول ما هو أساسي، يجب الاهتمام المركز بسياسة جريئة فيما يتعلق بالصحة، بالسكن، بالتشغيل، بالشباب، بالطفولة إلى غير ذلك، لأنه الأمن الحقيقي هو الأمن الصحي، هو الأمن الغذائي، هو الأمن التربوي، هو الأمن الروحي إلى غير ذلك. فهذه هي العناصر الأساسية في إحداث الجريمة، وهنا خص يكون التركيز عليها إلا بغينا فعلا نتحكموا في مستوى الجريمة. أما القول أنه الجريمة الحجم ديالها ما تطورش في هذه 10 سنين ونعتمد على إحصائيات المحاكم القضائية، هذا إما مغالطة. علاش مغالطة؟ كما قال الأستاذ أنه عدد كبير من الجرائم كاين في المجتمع وما كيتعرفش. الاغتصاب مثلا، كاين شي واحد يقدر يقول لي أنه الإحاطة بالاغتصاب كاينة 100%؟ الجرائم الرضائية اللي يقع فيها التوافق بحال الرشوة، بحال الفساد، في هذا الجرائم الرضائية ما كتوصلش 100% للأجهزة لا الأمنية ولا القضائية. وبالتالي إلا بغينا نهتموا بالجريمة والأسباب ديالها، خصنا أولا نرجعوا لواحد المفهوم عند علماء الإجرام اللي كيتسمى الرقم الأسود، أي أنه الجريمة برمتها كاين واحد النسبة كبيرة ما معروفاش، ويمكن تما الإحاطة بها هو اللي يمكن نعرفوا الأسباب الحقيقية للجريمة. إذا نشوفوا الأستاذ اللي تمثل المديرية العامة للأمن الوطني، واللي تنشكرها بالمناسبة على الانفتاح ديالها على وسائل الإعلام والحضور ديالو، دليل على أنها تتعامل مع هذه المسألة بجدية. شنو رأيك في هذه المعطيات اللي قال السي تهامين، قضية الرقم الأسود أنه مجموعة ديال ما كتنعكسش في هذه الأرقام؟ حقيقة لا يجب اختصار المسألة في ارتفاع الجريمة أو انخفاض الجريمة، ولا يجب أيضا التعويم، لأن مفهوم الأمن الشامل هو مفهوم واسع ومتمدد وواسع جدا. الآن نتحدث عن ظاهرة إجرامية، واللي هي ظاهرة إنسانية واجتماعية لاصقة بالإنسان في جميع المجتمعات منذ بدء الخليقة. نتحدث عن معدلات للجريمة متدنية مقارنة مع المعدلات المعروفة عالميا، وعلماء الإجرام يشتغلون انطلاقا من الإحصائيات، على اعتبار أن علم الإجرام العام يعتمد في منهجيته على منهجيتين أساسيتين، وهي المنهجية الأساسية وهي الإحصائيات الجنائية والبحث الاجتماعي. الإحصائيات الجنائية كما يعلم الكل هي إحصائيات قد تكون رسمية وقد تكون غير رسمية، شرطية وقضائية، وطنية ودولية. طبعا الإحصائيات المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني هي إحصائيات مضبوطة ودقيقة، تعتمد على نوع الجرائم، نوع القضايا، تحديد خانات الأفعال الإجرامية والمتوصل إليه، وأيضا التوزيع الجغرافي للخريطة الإجرامية والمتوصل إليه، يعني بتدقيق وبمجهودات جبارة للأخصائيين والتقنيين وموظفين من ألمع الموظفين على الصعيد الوطني، واللي طرعت فيهم مجموعة من المعايير في الانتقاء ديالهم، واللي كيشتغلوا في المديرية ديال الشرطة القضائية بالخصوص، تبين أنه هناك ما يعرف بالجرائم الأكثر شيوعا. الجرائم الأكثر شيوعا لا تعني أننا أمام مجتمع إجرامي، ولا تعني أن المملكة الشريفة يستعصي على المواطن الخروج ليلا أو الذهاب إلى الأحياء الشعبية أو الأماكن العيش المشترك أو التسوق أو التبضع أو الركوب في الحافلات. لماذا؟ لأن الإحساس باللا أمن كما قلت، أو الشعور بالانعدام الأمن، قد ينتج أحيانا عن بعض السلوكيات الفضة أو سلوكيات الفضاضة، وقد يحصل أحيانا عن بعض الجرائم البسيطة والخفيفة من قبيل مثلا سوء الجوار، السب والشتم، السرقات الخفيفة، نشل الهواتف النقالة لأسباب متعددة، بينما الجرائم اللي هي عندها خطورة والتي تثير أحيانا الرعب والفزع، فالملاحظ وفقا للإحصائيات ولدي الأرقام، هو أنها في تراجع مقارنة
مع السنوات الماضية، بحيث يمكن التأكيد وفقا للإحصائيات الرسمية أنه من خلال 8 سنوات الأخيرة معدل الجريمة في المغرب تراجع من 4900 قضية لكل 100,000 مواطن إلى 2700 جريمة لكل 100,000 نسمة، علما أن المعدل العام العالمي، معدل الإجرام العالمي العام، هو 5000 جريمة لكل 100,000 مواطن. وهذه المعدلات نجدها مرتفعة بشكل كبير في الكثير من البلدان الأوروبية، البلدان المتقدمة، وحسب إحصائيات رسمية للمعهد العالي للدراسات العليا الأمنية، وقد تلقيت التدريب في فرنسا لمدة سنة في هذا الشأن، توقفت على إحصائيات رسمية للمعهد العالي للدراسات الأمنية بباريس تفيد أن الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي معدلات الجريمة في هذه البلدان التي تنضوي تحت الاتحاد الأوروبي مرتفعة مقارنة مع الولايات المتحدة مثلا. الأمر ليس له علاقة بالكثافة السكانية أو بالعمل الأجهزة الأمنية، بينما له علاقة أحيانا بالمنظومة الأخلاقية، بالتنشئة الاجتماعية، بالسلوكيات، بالأسرة، بالتعليم. الكل يعرف أن أسباب الجريمة متعددة، وقد تحدث عنها علماء الإجرام بشكل مفصل، فالبعض يتحدث عن التطرف الديني، عن اضطراب الأحوال السياسية، عن الفقر، عن البطالة، عن عدم نظافة البيئة الاجتماعية. نستحضر هنا المفكرين من أمثال جارو فالو، لومبروزو. البحث يتحدث أيضا عن عوامل نفسية وعضوية ووظيفية. هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفعل الإجرامي، لكن مع ذلك أقول أن معدلات الجريمة في المغرب هي منخفضة، وخاصة الجرائم، مثلا جرائم الدم، فجرائم القتل العمدي وجرائم الإيذاء، أيضا ضرب الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مثلا جرائم الاغتصاب. حقيقة الأستاذ أشار إلى أنه هناك بعض الجرائم التي يصعب التصريح أو التبليغ عنها، وهذا معروف أيضا في جميع بلدان العالم حتى في البلدان المتقدمة، فهذه جرائم تدخل في إطار الطابوهات. لكن معدلات الارتفاع مؤشر الجريمة أحيانا ناتج بسبب المجهودات الجبارة ومضاعفة الجهود من طرف المصالح الأمنية. كيف ذلك؟ بمعنى أن التدخلات والإنزالات والحملات المباغتة للأجهزة الأمنية ولدوائر الشرطة بشكل مكثف سمح بإيقاف الكثير من 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 الأشخاص المبحوث عنهم، وسمح أيضا بتسجيل أو الوقوف على الكثير من الحالات الإجرامية. ثم أيضا، وهذه مسألة أساسية، يجب ألا ننسى الإجرام الناعم، الإجرام الناعم أو إجرام ذوي الياقات البيض، الجرائم المالية والاقتصادية بالخصوص، والتي أيضا عرفت ارتفاع بفعل المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية. إذن سي إحسان، يعني كاين الإحساس بأنه الأرقام تبدو منخفضة مع معدلات، لكن واش لأن المغرب يعني مولف بواحد الجو ديال الأمن علاش دعوا لهذاك الشيء باش انه كثر الشكايات؟ واعتقد أم لان الصحافه ولات تكتب كثير على هذا. واعتقد ان اثاره الموضوع في حد ذاته هو جواب عن حاجه مجتمعيه للامن، لانه لسنوات مضت يعرف الجميع انه حتى داخل برامج الاحزاب السياسيه كانت تيمه الامن مغيبه، بمعنى لانها كانت تعتبر شأناً، يعني شأن واحد جهاز أو مؤسسات معينة. لكن تطور مفهوم الجريمة وأيضاً تطور مفهوم الأمن، لأن مفهوم الأمن في المجتمع المعاصر يختلف عن مفهوم الأمن في المجتمعات التقليدية. لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على الممتلكات أو الأشخاص، الآن الأمن في مفهوم الحديث يتعلق أساساً ب يعني الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي، ومن هنا تأتي الحاجة إلى سؤال الأمن. بالتأكيد لا يمكن الإجابة عن هذا المطالب أو عن هذا السؤال بإحداث مرافق أمنية أو مرافق إدارية وبتقديم أرقام مطمئنة كما جاء
على لسان السيد رئيس الحكومة، ولكن يتطلب الأمر اعتماد مقاربة تشاركية تشارك فيها جميع الهيئات والأجهزة المتدخلة في صناعة القرار الأمني. عطفا على ما قاله السيد النائب المط حول غياب أرقام أو غياب هيئات تشتغل في المجال، أنا أقول بأنه اليوم لدينا جامعات ولدينا معاهد تشتغل في مجال الأمني أو تشتغل على الأرقام الأمنية أو على القطاع المتعلق بالجرائم بمختلف أنواعها. لدينا مثلا تكوينات متخصصة، والأستاذ بن دحمان يعرف هذا جيدا لأنه درس يعني في هذه التكوينات. هناك ماستر الآن يدرس العلوم الأمنية وتدبير المخاطر في جامعة الحقوق، في جامعة الحصن الأول كلية الحقوق بسطات. بمعنى أنه المطلوب أن تنفتح الحكومة أكثر، أو أن تنفتح يعني الوزارة الوصية أكثر على هذه المجالات، لأن الجامعات تشتغل بإمكانياتها الذاتية وتوفر يعني تكوينات خاصة. نعم. اللي هي تدخل ضمن منظومة إصلاح الوظيفة العمومية أو ما يسمى بالتكوين المستمر، سواء لرجال الأمن سواء للطلبة سواء. إذن هذه التكوينات من شأنها أن تخلق يعني إطار للنقاش أو لتحويل القضايا الأمنية إلى نقاش عمومي. طبعا كيف قلت أنا في البداية حينما أثرت مسألة الشعور بالأمن، لأنها ترتبط كما قال الأستاذ بالجرائم غير مبلغ عنها أولا، وترتبط أيضا بما يسمى بالجرائم الماسة بالذوق العام، أو التي سماها الأستاذ يعني أعمال الفضاضة لزان سيفيليتي. يعني هذه الأعمال هي التي مثلا مثل التجمعات المهينة، مثلا تنكون مثلا في الدار وجوش الناس، واحد برك مع ولاده وهذا وتسمع الهضرة مثلا ديال 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 ساقطة. إذن هذه المسألة هذه تأيّرة يعني تخلق واحد النوع من من من, من الإحساس باللا أمن، بمعنى أنه في الشارع كاين واحد الوضع مختلف تماما عن الوضع داخل 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 البيت. طبيعة الحال هنا أنا أتفق مع رئيس الحكومة حينما يثير مسألة دور الأسرة والمدرسة، ولأنها مسألة أساسية، لكن أيضا هناك دور للدولة باعتبارها الوصية وباعتبارها ظلت مسؤولة عن صناعة القرار الأمني وعن صناعة السياسات الأمنية قبل أن تتحول إلى موضوع نقاش عمومي. نعم. طبعا مسألة الأرقام، حتى أعود لمسألة الأرقام السوداء أو للشيخ نواه كما تسمى في 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 علم الإجرام، هذه الأرقام هي مؤشر على وجود أيضا حالة من اللا أمن، لأن هناك نوع من الجرائم لا يتم التبلغ عنها لحساسيتها أو لطبيعتها، وهي كما قال الأستاذ موجودة حتى في المجتمعات يعني المتقدمة مقارنة مع البلدان اللي هي في طور الانتقال الديمقراطي. لكن أعتقد بأن إثارة الموضوع في حد ذاته تشكل مؤشرا. نعم. على ضرورة أن يتحول الشأن الأمني إلى شأن عمومي، لا أن يبقى محصورا داخل جهاز. نعم. أو مؤسسة معينة أو قطاع. نرجو بعد أسئلة مشاهدين بس من أخو نفراء. صحيح. يقول الحكومة مطالبة الحالية مطالبة بوضع مقاربة جديدة للحد من الجريمة تنبني بالأساس على القضاء على الأسباب المؤدية لها كالفقر والبطالة واستهلاك المخدرات. سمعنا السيد رئيس الحكومة يقول بأن الدولة ما يمكنش تتحمل بوحدها، لا تتحمل وحدها مسؤولية الأمن، وش هذا عنده ارتباط بهذه الأسباب المتعددة ديال الجريمة؟ لا بالفعل ما يمكنش. أولا هذا موضوع يصعب تكون فيه المزايدة، لأن هذا موضوع يعني ما كانش الأمنة ما غتكون لا معارضة ولا أغلبية ولا أحزاب ولا والو. بالتالي هذا موضوع خصو يبقى بالمستوى النقاش ديالنا لمصلحة البلد ومصلحة الوطن، لأن احنا عشنا تجربة خاصة من بعد 20 فبراير، وقبل 20 فبراير وكان واحد المنطق ديال التحكم كان غادي بينا في واحد المسار اللي كان ممكن يؤدي للمآلات غير محموده. الحمد لله هذاك المنطق انتهى بعد 20 فبراير، بعد الخطاب ديال 9 مارس، بعد التصويت ديال 25 نوفمبر. هذه الحكومه جات لقات واقع ما يمكنش نكروه. انا بالعكس كنحيي انها السيد رئيس الحكومه ملي كيجي وكينقل واحد الامور اللي هي كتقيس المواطن بشكل مباشر جدا، كينقلها كي قال الاستاذ إحسان
كتولي المستوى النقاش عمومي. هذا ماشي ما يمكنش نشوفه غير من باب انه هذا وصل لواحد المستوى مندير، هذا بالفعل بالعكس انا كنشوفه هذه جرأة، لانه اليوم ما بقاش بعد الدستور الجديد اننا عندنا حق اننا نغيبوا واحد النقاش لاعتبارات معينه. اليوم كاين اشكالات، كاين مشكل ديال الامن اللي ما يمكنش نجي نقولوا ودي نحملوا هذه الحكومه اليوم، وان كان بالمناسبه انا لست هنا ناطقا رسميا باسم الحكومه، انا جيت كبرلماني والدور ديال البرلماني معروف، ولكن هذا لا يمنع من الحديث لان انا الحزب ديالي كيقود الحكومه، باش نتحدث على انه اليوم بالفعل خص جميع المتدخلين يعرفوا يديروا الدور ديالهم. ملي كنجيو مثلا نعطي مثلا من الامثله لانه الاسباب متعدده وهذا الشيء كيفهموا فيه الاساتذه يمكن اكثر، ملي كنتكلموا على واحد التصميم ديال التهيئه ادى في واحد السنوات السابقه كيعطينا اليوم واحد المدينه عندها واحد الازقه ضيقه جدا يصعب ان فيها واحد الزحام فيها، واش هذا الشيء نتيجه ديال الحكومه؟ ملي كنجيو كنلقاو واحد البلون ديبلاسمون اوربان دار واحد يعني التصميم ديال الترقلات الحضريه دار ما كيستوفيش الشروط الامنيه، ملي كيداروا التجزئات في غياب الحضور ديال هذا الهاجس الامني باش انه يكون واحد، كنجيو كنبنيو مثلا العمارات ديال السكن الاجتماعي فيها 20,000 30,000 واحد وما كنديروش واحد المركز ديال الحراسه ولا ديال الشرطه. فهذا الشيء هذا نتيجه اليوم كنقولوا من الاسره من داخل الاعلام كيدير لنا بعض الافلام اللي الناس كيحلموا بانه ممكن واحد بضربه حظ يولي مليونير وملياردير بواحد الروح اتكاليه بواحد هذا ما يبعث في النفوس ديال من الاعلام، بعض الاعلام حتى لا اعمم والا الحمد لله كاين اعلام اللي عندنا هنا ناس نزهاء شوف، بعض الاعلام يهول واحد الارقام منين كنبخصوا الصوره ديال الرجل الامن امام المواطن اللي هو في الاصل خصو يكون هذاك هو هذا الشيء كله ما يمكن ينتج. منين كنجيو للسجون كنشدوا واحد على واحد النشل بسيط كيمشي تما كيجلس تما كيولي كيخرج محترف، منين كنديروا 42% او 45% الان في الاعتقال الاحتياطي شنو كنتسناو من هذاك اللي معتقل احتياطيا انه ياخذ كتربيه وكثقافه من داخل السجون الا انه يخرج من بعد محترف. فهذو كاين هناك عوامل كبيره جدا ما يمكنش اكيد رئيس الحكومه والحكومه واعيه بهذا الشيء هذا. السيد رئيس الحكومه اعلن على المخطط الخماسي الثاني اللي غيبتدا من 2013 الى غايه 2017، كملوا التنفيذ ديال المخطط السابق، راه تكلم على الحوار اللي الان كاين ديال اصلاح منظومه العداله مؤخرا في اكادير، تحدثوا على السياسه الجنائيه، تحدثوا في ديال الداخله على اعاده الترسان ما هو متعلق بالمستوى الجنائي. فهذا كل امور ما يمكنش نشوفوها غدا، النتائج ديالها، ولكن اكيد ما يمكن نتاكد الا انه نمشيو للمتطلبات ديال المواطن في حفظ الامن ديالو في داخل البلد. نبقاو دائما في اطار سياده المشاهدين في سياق الاسباب. سي عبادي متزني، هل السلوك الاجرامي هو نتاج فرد ام نتاج مجتمع؟ وهل تكفي المقاربه الامنيه في محاربه الظاهره دون الالتفات الى اسبابها التي يمكن ان تكون مفتاحا اساسيا للقضاء على السلوك الاجرامي؟ سي احمد. السلوك الاجرامي الحال يجب ان يعالج في اطار سياسه جنائيه، في اطار سياسه. وهنا في السياسه الجنائيه كاين مستويين، كاين مستوى يعني تطبيق وهذا ما تقوم به يعني اسره الامن، وكاين مستوى صياغه السياسه الجنائيه والسياسه الامنيه. على هذا المستوى هذا انا كنتاسف كون السيد رئيس الحكومه كيستند فقط على احصائيات رقميه جهاز القضاء باش يبني تصوره حول الجريمه وكيفيه المعالجه ديالها. الان في العالم كامل حتى شي واحد ما كيكتفي بالاحصائيات باش يبني سياسه جنائيه، كاين مقاربه نوعيه، كاين لي سونداج، كاين دراسه الحالات، كاين الاعترافات، بمعنى انه تطلب من المواطنين انه واش في حياتهم في شهر ولا في شهرين ولا في ست شهور سبق لهم ارتكبوا شي فعل مخالف القانون الجنائي، وتيبنيو الناس على هذه المعطيات وتوعوا واحد التصور اقرب الى الحقيقه لبناء سياسه جنائيه. الان شنو نلقاو؟ في اطار البحث عن اسباب الجريمه نلقاو السيد رئيس الحكومه، حنا في البرلمان قلنا له كاين اليابان اللي واحد النموذج كيعرف ادنى مستوى الجريمه في العالم. خلانا هذا المشيد الاسباب ودار كان هذيك اسقط الطائره ورجع لك التحكم وحزب ما عرف كيفاش وكذا. يعني هذا الخلل في التصور وفي المقاربه بالنسبه لنا لا يطمئننا.
لهذا احنا تنقولوا سيد رئيس الحكومه المحترم، انت واش باقي كتشكك في الاحداث د 2003 في الدار البيضاء وكيشكك فيها؟ كيفاش واحد غادي يبني سياسه جنائيه وطنيه وهو مازال عنده قناعات معينه مخالفه للواقع تماما؟ المساله الاخرى ان بالنسبه للسياسه الجنائيه راه ما يمكنش تكون سياسه جنائيه ناجحه الى ما بنيناهاش على اساس التنميه، العالم الحضري، العالم القروي، التعمير، الصحه، التعليم، الى بغينا فعلا نحصنوا المجتمع ضد تنامي الجريمه. الى ما درنا شيء راه ديما غيبقى المشكل مطروح، وهذا علاش انه هذا الخلل في البنيه هو اللي النتائج تبقى محدوده ومحدوده جدا. إذا غير في سياق الحلول نستمع إلى آراء بعض المواطنين حول الحلول التي يرونها ملائمة للحد من ظاهرة الجريمة. عندما نتكلم عن المشكل الأمني نتكلم على الحاجيات التي تحتاجها كمدينة مثل مدينة الدار البيضاء. هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الشرطة بجميع فصائلها، لكن العدد الكبير والسكينة ديال الدار البيضاء خصوصا، وهنا يجب أن لا بد من الكلام عن الأحياء التي تفرخ ما يتسبب في ارتكاب بعض الجرائم كمثلا البناء العشوائي، زيد على البطالة والعطالة. هاد الناس كلها كيف كتمشي؟ ما كاينش خدمة، كتنزل الشوارع اللي كدير واحد الممارسات اللي كترجع الضرر على السكان. باش غادي نوضوا نقولوا مثلا لا راه الامن ما كاينش نهائيا، غادي نظلموا هذوك الناس. كل احياء ديال الدار البيضاء بطبيعه الحال كنشوفوا الشرطه القرب، غير احنا اللي كنلحقوا غير الجانب ديال المؤسسات التعليميه اللي ربما كاين واحد الفراغ في هذه الناحيه هذه، ويكون الانخراط الكلي للمجتمع المدني بما فيه الجمعيات المدنيه وكذلك الامن بقيام بعض الحملات التحسيسية في مؤسسة تعليمية، منشورات في التلفازة، لأنه كما غنرجعوا للمسألة ديال المراهقين اللي كيكونوا تحت التأثير ديال هاد المخدرات هادو، باش يوعاو ودوك اللي مراد بهاد سميتو باش يتم الشفاء نتاعهم ويدخلوا بهاد المستشفيات اللي باش ياخذوا العلاج نتاعهم الضروري. الأمن المغربي على قلته دير واحد المجهود نسبي، ولكن بطبيعة الحال ما غادي نقولوا إلا كاين شي ضعف في ميدان من الميادين، لأن كاين هناك أسباب اللي جعلته ما يقومش بالكماليات اللي منتظره كل مواطن. أولا بعدا نقص في الموارد البشرية، كتلقى على أن مثلا كوميسارية من الكوميساريات تلقى عدد الملفات في منطقة معينة كثافة سكانية كبيرة جدا، وبالتالي ما كاينش العدد الكافي لإجراءات هذيك المساطر أو المحاضر ديال الشرطة اللي غادي تقدم للمحاكم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني مثلا حتى بالنسبة للسيارات، كتلقى مثلا سيارة واحدة فارغونيت كيتناوبوا عليها مجموعة ديال الناس، وباش تدي واحد الحالة من الحالات من غيرها وفي التدخل اللي غادي يكون في منطقة معينة هذا كيبقاو يبحثوا على الفارغونيت تجي عادي يمشي، وبالتالي هذا هو سبب مثلا ديال السرعة في التدخل عند المواطنين. الأمن في مدينة الدار البيضاء بالحجم ديالها الكبير كتعرف على أن الدار البيضاء ماشي صغيرة، عندها بزاف ديال الجهات وعدة مناطق، ولكن كيبان على ان الامن كاين واحد النقص وما كاينش حتى تواصل المواطن مع الامن. فانا كيبان ليا هاد الارقام الخضراء اللي كيديروا الهواتف الخضراء، لان المواطن بحاجه ماسه للحمايه من طرف الامن، لان مدينه بدون امن انا كتبان ليا بانما لا تعني شيء. الحمد لله الامن مؤدي الدور ديالو، وخصنا حنا نساعدوا الامن، حنا خصنا نعاونوا الامن، حنا كمواطنين، حنا كل مواطن وكل رب اسره دا الامن في المنزل ديالو تنظن غادي نكونوا الحمد لله عايشين بخير وعلى خير. وكاينه مشكله اللي كاينه في التجزئات اللي كيتخلقوا جداد، تخلقوا تجزئات جداد ما كيتخلقوش فيهم دي زاروندسمون ولا مقاطعة لي زاروندسمون ديالكم مثلا ما تيتخلقوش فيهم، كتخلق تجزئه فيها 3000 او 4000 ديال البقاع او 3000 او 4000 ديال العمارات، ما كتواكبهاش واحد العمليه ديال البناء ديال الكوميسيريات، ما كتواكبها حتى شي حاجه ليه. لا في المدارس لا في بزاف د الحوايج. الامني راه متوفر، ولكن خاص الامن اللي غادي يواكب هو الامن ديال العمل، الامن ديال الدراسه، الامن ديال الرياده، يتخلقوا مناخات ديال الرياده فين يمارسوا الشباب، في بزاف د الحوايج اللي هما هذا هو الامن الحقيقي.
إذن بعد هذه الآراء نستمع للأستاذ أحمد بن دحمان مع مجموعة من النقاط متعلقة بظروف العمل ديال رجال الأمن، الإمكانيات البشرية والمادية. نعم، بالفعل هناك تحديات، هناك اعتراضات، هناك إكراهات، لكن قبل الحديث على الإكراهات والتحديات أود الإشارة إلى أن التكوين بالخصوص والتكوينات في إطار الانفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على الجامعات وعلى المحيط العلمي وعلى المجتمع المدني، هناك تكوينات أساسية تعتمد مناهج العلم الإجرام بالخصوص، خاصة كما تطرق الأستاذ أشار إلى غياب الاعتماد لأسلوب البحث الاجتماعي من دراسة التجارب الإجرامية أو البيئة الإجرامية أو السلوك الإجرامي. الأكثر من ذلك هو أن الأخصائيين الذين تم توظيفهم في المديرية العامة للأمن الوطني وهم أخصائيين في مختلف الشعب يعتمدون الآن ما يعرف بعلم الإجرام الكلينيكي أو التطبيقي، بمعنى يعتمدون على دراسة الملف، ملف الشخصية الإجرامية وعلى دراسة القدرة الإجرامية. بالنسبة للسياسة الأمنية في بلدنا، أؤكد أن المديرية العامة للأمن الوطني وأيضا وزارة الداخلية تعتمد الآن أو ترى في السياسة الأمنية سياسة أمنية عمومية بمختلف المراحل العلمية التي تعتمدها أو التي يتطلبها إنجاز سياسة عمومية أمنية من خلال الإعداد والصياغة والدراسة والنقد والاستشارة عن طريق بيوت الخبرة وخلايا للتفكير، وأيضا التقييم والتقويم في نهاية المطاف من أجل إعداد استراتيجيات إن كان تكتيك على المستوى القريب أو استراتيجيات على المستوى المتوسط والبعيد. و أود الحديث عن الاستراتيجية التي أو المقاربة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني بمجهودات من السيد المدير العام الحالي والسيد المدير العام السابق أيضا. فالاستراتيجية المعتمدة الآن تروم القيام بثلاث مقاربات أو مداخل أساسية. المدخل الأول هو المناهضة الميدانية والعملية الفورية للجريمة بالوسط الحضري، وخاصة في الأماكن التي يعشعش ويفرق فيها الإجرام. هذه المقاربة تعتمد على خطة عمل أساسية تتمثل في إشراك الفرق الشرطة القضائية اللاممركزة وعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرق التدخل المركزية التابعة للأمن العمومي، وقد أعطت هذه العملية أكلها وأفضت إلى إيقاف ما يزيد عن 115 ألف شخص في حالة تلبس، وضعوا تحت الحراسة النظرية وأحيلوا إلى على العدالة. المدخل الثاني في الاستراتيجية يتمثل في النهوض أو في تحسين قدرات العاملين بجهاز الأمن. هذا المرفق الحيوي لابد من تحسين وتقوية قدرات العاملين عن طريق التكوين المستمر وعن طريق التكوين الأساسي أيضا والتخصصي وعن طريق اعتماد المعايير الدولية في مجال التدريب الشرطي وفي مجال المواضيع المرتبطة بالظواهر المستحدثة الإجرامية وما هي التقنيات الأحدث والأنسب للتعامل مع مختلف الأفعال الإجرامية. هذا الأمر أيضا استدعى من المسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني التفكير في إحداث دوائر للتكوين المستمر بمختلف مناطق المملكة، وهو منظور يتماشى مع الجهوية الموسعة، وخلق دوائر للتكوين المستمر من شأنه أيضا أن يطور قدرات العاملين. المسألة الثالثة أو المدخل الثالث يتجلى في تحسين وضعية رجال الأمن، تحسين وضعية رجال الأمن والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء الأمن الوطني. وفي هذا السياق أود الإشارة بالخصوص إلى التعليمات الملكية السامية ولصاحب الجلالة دام له النصر والتمكين الذي أعطى نصره الله تعليمته بضرورة وشدد على ضرورة الاهتمام بالوضعية الاجتماعية لرجال الأمن وتحسين الأمن الوطني كخدمة عمومية
مجانية وكمرفق عمومي وكآلية مؤسساتية لاحترام الحقوق والحريات ولضمان حفظ النظام العام وحفظ المؤسسات. أيضا هذه التوجيهات تمثلت في الظاهر طبعا تماشيا مع التوجيهات المعبر عنها من خلال المفهوم الجديد للسلطة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة، وأيضا من خلال الظاهر المنشئ بمثابة النظام الأساسي لرجال الأمن الوطني ظاهر 23 فبراير لسنة 2010 المنشئ كما قلت للمديرية مثابة نظام الأساسي لمديرية عام الأمن الوطني، والذي ينص في المادة 29 منه على إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية. فصاحب الجلالة نصره الله أسبغ عطفه المولوي السامي على هذه الفئة، بل حتى العبارات التي جاءت في ديباجة الظاهر تشير إلى كون هذه الفئة من المواطنين. وفي هذه المناسبة أحيي هذه الفئة على التضحيات الجسيمة التي تقوم بها من خلال مضاعفة ساعات العمل ومن خلال العمل اليومي ليل نهار من أجل مقارعة المخاطر وعلى الأعباء الاستثنائية التي تتحملها من أجل حماية الأرواح والممتلكات المواطنين. قلت هذه المؤسسة هي حديثة العهد، طبعا جاءت تبعا لقانون يوليوز 2010 القانون 018 المحدث لهذه المؤسسة. الهدف من المؤسسة طبعا وفقا لمجهودات جبارة قاموا بها مسؤولين في هذه المديرية، هدف منها هو النهوض بالأوضاع الاجتماعية لرجال الأمن، وتمثل هذا النهوض بالأوضاع الاجتماعية من خلال إعطاء انطلاقة لقافلة التواصل للعمل الاجتماعي، وكان الهدف هو تحسين وضعية رجال الأمن في المجال، وأيضا توفير خدمات في مجال ديال السكن، في مجال الصحة، في مجال الترفيه. إذن هذه كلها أمور تدخل في هذا السياق. نشوفوا مع السي إحسان، يعني هل الوضعية، هل عمل مجهود تبدل؟ كيفاش أنتم تشوف الدور ديال رجال الأمن؟ أنا يعني قبل أن اسمح لي السي عبد الرحمن، أنا أريد أن أعطف على ما جاء في تدخلات المواطنين. الملاحظة الأساسية هو أن يعني مختلف التدخلات يعني تتقاطع في مدخل أساسي لإصلاح أوضاع رجال الأمن، وهو الظروف أي التي يشتغل فيها العاملون في الجهاز. بطبيعة الحال كنلاحظوا أنه كاين واحد الربط ما بين الحاجة للأمن مع مثلا الموارد البشرية المتوفرة داخل تلك المنطقة، يعني داخل نقطة مكانية محددة. كنلاحظوا أيضا أنه كيف جاء في التدخلات ديال المواطنين، كاين هناك إحساس بنوع من هناك إحساس بتطور جريمة في حد ذاتها، لأنه كيف جاء في أحد التدخلات أنه هناك نقص أو في الأداء الأمني داخل بعض المناطق، وهذا النقص يعكس يعني نقص في الإمكانيات والوسائل المتوفرة للعاملين في هذا الجهاز. أنا لاش بغيت نرجع لهذه المسألة، لأنه تقييم أداء أو عمل رجال الأمن هو مرتبط بوضع مسافة يعني موضوعية ما بين يعني بيناتنا احنا كفاعلين أو كمهتمين وما بين يعني ظروف اشتغال الجهاز. بطبيعة الحال كاين اولا مجموعه من المؤشرات السلبيه اللي تؤثر على مردوديه احسن لرجل الامن يعني في اي منطقه من مناطق يعني المملكه المغربيه. كاين ايضا يعني من ضمن هذه المؤشرات عندنا اولا ضعف الامكانيات وحتى الموارد البشريه، لانه لا يعقل مثلا ان مدينه بحجم الدار البيضاء تشتغل يعني ب2000 او ب3000 ديال رجال الامن في الوقت اللي هي مدينه مليونيه، يعني يوميا تستقبل او تستقطب يعني افواج من السكان الجدد. كاين ايضا المشكل المتعلق بالعوامل الخارجيه كيف جاء في احد التدخلات اللي هي الاسره والتربيه داخل البيت الى اخره، بمعنى انه كاين بعض يعني الوقائع اللي هي محفزه لارتكاب الجريمه،
وبالتالي ان التعامل مع هذه المحفزات هي تتكون ديما في يعني بغينا نقولوا ان بريفي يعني الحاجه اللي غير المتوقعه وبالتالي كطرح مشكل حتى في اولا في دقه التدخل وفعاليه التدخل وفي توقيت التدخل الامني. ثم كاين ايضا تحولات القيميه داخل المجتمع، لان ما ننساوش بان المجتمع المغربي يتحول في قيمه واعرافه وتقاليده. المجتمع المتضامن ديال 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 شحال هذا ماشي هو المجتمع الان، المجتمع المادي اللي مجتمع مادي يعني تحت حتى علاش طرحت المساله كتثار فيما يتعلق بالتبليغ عن الجرائم. يعني فتره من الفترات كان ما يسمى بالمروءه، يعني كان الانسان المغربي تتحس بانه يعني بواحد النوع ديال المروءه، يعني هو يساهم في محاربه الجريمه ويبلغ عن الجريمه ويتعاون حتى مع رجال الامن اثناء التدخل لمكافحه الجريمه. الان ولا واحد النوع ديال كاين خوف من ديال الخوف من ادلاء الشهاده، ربما الناس تتخوف لاعتبارات اخرى. ثم كاين ايضا وهذا هو الاهم وبغيت نثيرها لانه بغيت نستغل حتى الحضور ديال الاستاذ، ان مساله العلاقه ما بين رجل الامن وجهاز القضاء أو سلطة النيابة العامة، لأنه تنعرف بأنه رجل الأمن أو سيرتو بالنسبة مثلا للشرطة القضائية تدخلاته تتم تحت إشراف مباشر لسلطة النيابة العامة. إذا هنا عندنا واحد الإشراف مزدوج، إشراف اللي هو ديال المديرية العامة للأمن أو الرئيس المباشر يعني سواء رئيس المنطقة أو الوالي الأمن أو هذا، وعندنا النيابة العامة. وبالتالي أنه حتى في بعض الأحيان تيكون واحد النوع يعني هاد ازدواجية يعني الإشراف على أعمال الشرطة القضائية تطرح مشكل حتى أو تنعكس على تصرفات أشخاص الشرطة القضائية. بمعنى أنه هذه المسألة تطرح مشكل، وبالتالي أن إصلاح المنظومة الأمنية في اعتقادي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولا توفير الظروف للاشتغال، وكيبان لي بأنه الأمور يعني تتحرك خاصة في عهد يعني المدير الأمن السابق السيد شرقي الدريس، لأنه شرف فعليا على إعداد جهاز وعلى وضع قوانين ومؤسسات خاصة بتطوير المجال أو تطوير الأعمال الاجتماعية لرجال وموظفي الأمن. ثم الأخذ بعين الاعتبار الترسانة القانونية التي يجب مراجعتها بما يتناسب مع تطور مفهوم الجريمة وبما يتناسب مع محاور السياسة الجنائية التي من شأنها أن تساهم في إعادة الاعتبار لرجل الأمن لأعماله وللأشخاص أيضا. لا في نفس الموضوع ولا غير نخليو نفس الموضوع غادي يجي الدور ديالك غير نطرح سؤال على السي بن كيران، تحدث في المداخلة ديالو على ارتباك المقاربة الأمنية في إشارة إلى إشكالية حقوق الإنسان، إنه في العهد الجديد كان هناك يعني تطور كبير في حقوق الإنسان، مزيد من الحريات، واللي ادت لواحد الخلط أنه بين الحرية والفوضى وارتكاب، واش في نظرك هذا أيضا سبب من الأسباب اللي ادت لارتفاع معدلات الجريمة؟ أنا قبل ما نجاوبك السي عبد الرحمن، أنا ما عرفتش علاش الإخوان تاع الأصل والمعصى وقت ما كيتكلم السي الحكم على التحكم كينفعلوا تنصحوا الأوضاع تنصحوا الأخطاء وإلا حيت الأصل والمعصى اللي كتكلم على هذا المشكل ديال التحكم، كيتيب هذا المصطلح ديال التحكم وإلا المغاربة اللي خرجوا في 20 فبراير والتعديل الدستور كله، لما لو كانت الأمور ما فيهاش منطق يسودها كان غادي بها الهوية ما كانوش مغاربة غينتفضوا كنا غنقولوا، وإلا فرئيس الحكومة كيتحدث وكيتعرف بالضبط علاش كيتحدث ويقول علاش كيتحدث وما يبقاش يهضر. هذا على منطق التحكم اللي كانوا واحد الوقيته باغيين يديروا فهمنا راه فاعل سياسي وحنا فاعل سياسي. قلنا قلنا شكون هذا المنطق شكون قالها في حينها قالها في حينها ومازال قالها قبل ان يكون رئيس الحكومة وقال هو وقال المغاربه كاملين وحنا معاكم باش نعرفوا واش كاين ما نبقاش نطرحوا هذه الاسئله هذه. لا لا انا عندي اشكال حيت وقت ما كيتطرح انتم الوحيدين اللي كيستفزكم هذا الطرح هذا. الواقع لا يرتفع انه كنا غاديين والا علاش المغاربه اللي خرجوا ماشي عبد الله بكيران اللي خرج في 20 فبراير. نرجعوا للموضوع ديال الامن اشكاليه الامن وحقوق الانسان. هذا كنتحدثوا عليه في إلا سمحتي لي باش حيت عندي واحد التعقيب بسيط على المداخلات اللي جاوا في استقيت من الناس انهم كلهم ما تحدثوش على هذا اللا امن، تحدثوا على كاين ضعف ديال المستوى ما تكلمتش على اللا امن وتكلموا على الدور ديال الاسره، تكلموا على الدور ديال الاسره. وانا ما بغيتش الحديث ديالنا يمشي في الاشكال ديال الظروف التي يشتغلوا فيها
رجال الامن على اهميتها، لانه الا مشينا في هذه المقاربه هذه ما غنكونوش بحال الظروف اللي كتشتغل فيها الشرطه ديال امريكا، الشرطه الامريكيه، مي هذا ما كيمنعش باش تكون جرائم الشرطه الفرنسيه، ولكن بالتالي هي المعادله اعقد من ظروف. وقلت ان قلت على اهميتها مساله ما ذكرتهم السي عبد الرحمن ديال الحكمه الامنيه، اعتقد اليوم والاستاذ يقدي ياكد لي هذا الشيء، اليوم في الشراكه اللي دارت المديريه العامه للامن الوطني مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، هذا الان تدرس مواد ديال حقوق الانسان، كاين المقاربه جديده في التعاطي مع الحريات الفرديه، ولكن انا اخشى ان يكون هذا الاستفاده من هذا يوقع واحد الشطط في الجانب الاخر، لان خص يكون واحد التوازن، واحد التناسب بين الثقافه التي نود ان نحدثها لدى رجال الامن في اطار فضهم للمنازعات والتدخلات ديالهم الامنيه، ولدى المواطن بالاحساس بالمسؤوليه، وبانه في اطار هذا موضوع يهم البلد، وما خصش تكون فيه مزايده بالاطراف، والا اعتقد اليوم على بعض الفلتات التي تقع بين الفتره هذا الاتجاه الان، والامور يمكن هذا الشيء غيتحدث فيه الاستاذ اكثر مني، غاديه في اتجاه انه الجميع يجب ان يتاثر في العمل ديال رجل الامن هذه القضيه ديال انه المقاربه الامنيه ملي تتجي حقوق الانسان، من التعامل اللي كان شحال هذه ما بقاش اطلاقا، بالعكس منظومه حقوق الانسان فيها حمايه رجل الامن، فيها حمايه لرجل الامن بنفس القدر الذي تحمي به المواطن، فالمنظومة الحقوقية تبقى الديمقراطية على قيد الحياة، هذا محدد أساسي وأمر بديهي. مسألة التعامل مع حقوق الإنسان ليست حديثة العهد بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، فكما تعلمون لدينا اتفاقات شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بالحكمة الأمنية الجيدة والرشيدة. تمثل عن هذه الاتفاقيات مجموعة من الأمور، منها تدريس منظومة حقوق الإنسان بالمعهد الملكي للشرطة، وهي حصص أساسية في التكوين الأساسي لجميع الرتب وجميع موظفي الأمن الوطني. هذه المنظومة الحقوقية ترتبط بما يعرف بالآليات القانونية الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، وأيضا جميع الآليات المؤسساتية الدولية والوطنية أيضا لحقوق الإنسان. هناك أيضا ما يعرف بالقانون الدولي الإنساني، وهناك أيضا اتفاقات شراكة مع الجامعة من قبل جامعة الحسن الأول، وهناك أيضا الآن مشاريع من أجل تعميم هذه التجربة على مختلف الجامعات. طبعا المسألة الحقوقية أساسية في حماية موظف الأمن وحماية المواطن، على اعتبار أنه كان هناك الكثير من الحديث بشكل كثير عن تجاوزات داخل مخافر الشرطة وفي التعامل، لكن المسألة الحقوقية تثبت أن رجل الأمن الآن يطبق القانون، يتدخل بشكل قانوني صائب جدي في إطار محاربة الجريمة. هناك التحريم وتجريم التعذيب، الاختفاء القسري، الاعتقال التحكمي، هناك أيضا عقوبات في المسطرة الجنائية اللي هي عقوبات قد تصل أحيانا إلى الإعدام، والقليل من يعلم هذه العقوبات مرتبطة بالاعتقال التعسفي الذي ينتج عنها بعض التجاوزات نتيجة إرضاء أهواء شخصية. فموظف الأمن هو الأكثر عرضة للعقوبات الصارمة حينما يتعلق الأمر بالعقوبة بالعمل التحكمي أو بالاعتقال التعسفي أو بالعنف، التدخلات المرتبطة بالعنف. أستاذ سميحة أستاذ في نفس السياق،
أود أن أشير إلى فكرة أساسية تطرق إليها الصديق إحسان الحافظي، وبالمناسبة أنا أهنئه على التخصص على اعتبار أنه الدراسة في الماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر سوف تمكن الصحفيين بالخصوص من ضبط بعض المصطلحات الأمنية والتخصص وتحديد المفاهيم، وهذه مسألة أساسية. وأيضا موضوع الدكتورة وموضوع مهم و إن شاء الله سوف ينفع في تحديد الخيارات الأمنية مستقبلا. قلت المشكلة في غياب ثقافة أمنية، ونحن الآن ملزمون ومطالبون بنشر ثقافة أمنية داخل المجتمع المغربي. يجب أن نفكر في عملية سقي وتطعيم أمني لأبنائنا ولأطفالنا ولمختلف المواطنين بمختلف شرائحهم، من أجل إما التبليغ عن الأفعال الإجرامية، وإما أحيانا مساعدة ضباط شرطة قضائية، وهذا تكليف قانوني قبل أن يكون موضوعي وأخلاقي، يتمثل في كون قانون مسطرة جنائية يلزم المواطنين ويسمح للمواطنين بإلقاء القبض على الفاعلين المتلبسين بالأفعال الإجرامية وتقديمهم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية. لكن للأسف هناك تراجع لبعض المواطنين عن هذه العملية، وأيضا يجب إشراك المجتمع المدني والجمعيات بالخصوص. نعم، كاين واحد الأمن سي أحمد ترتي واحد النقطة قبيله، هي السجون، يعني الوضعية ديالها، ويعني أنها تحولت في بعض الأحيان إلى مدرسة للإجرام. نعم سيد الرحمن، قبل ما نجاوب على السؤال ديالكم لابد أنني نوضح جوج الأشياء. أولا يعني تنتمنوا العناية الملكية بأسرة الأمن، هذا شيء نتمنه عاليا، ولكن كنلاحظوا بالنسبة للحكومة أن الميزانية المرصدة لهذا القطاع بالخصوص فيما يتعلق بالتوظيف تتخلينا نستنتجوا على أنه لا يعقل أنه في المملكة المغربية 33 مليون نسمة عندنا 45 ألف شرطي، يعني رجل الأمن يقوم بهذه المهمة هذه. واش هذا الطلب على الخدمة الأمنية يمكن يقوم بها العدد هذا المحدود جدا؟ مقارنة الجزائر مثلا عند 182 ألف، عندنا تقريبا نفس السكان. تونس دولة صغيرة عند 160 ألف، بمعنى أنه هذا العنصر البشري راه عليه الثقل فوق الطاقة. وهنا ملي كيجينا رئيس الحكومة وتيقول لك أنه حقوق الإنسان تعرقل هذا العملية محاربة الجريمة إلى غير ذلك، حقوق الإنسان راه الإنسان بما فيها الشرطي بما فيها المواطن العادي، حقوق الإنسان راه التزام المغاربة كاملين في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه هي أساس المصالحة وهذا التحول الديمقراطي اللي تعرفه البلاد. ولهذا جاء الدستور بواحد المفهوم اسمه الحكامة الأمنية. هذه الحكامة الأمنية تستند إلى توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ومنها حقوق الإنسان. هذه حقوق الإنسان اللي خصها تطبق على السواء بين المواطن وبين رجل الامن. سي عزيز تيقول لك ما قالش هذا الشيء. لا ما كانش هذا الشيء، انا ما كاينش شي تصريح قال فيه، قال فيه رئيس الحكومه ان حقوق الانسان تعرقل. لا في البرلمان تقال، وانا عندي حتى انا في البرلمان، حتى انا حضرت البرلمان. نجيبوا تسجيل وهو قال السي عبد الرحمن حيت يجب عدم نزع هذا على السياق ديالها، ما قالش هذا هو السياق وراه ردينا عليه ذاك الوقت ونردوا عليه الان بهذه المناسبه. فيما يتعلق بالسجون بطبيعه الحال، يعني السجنيه مهمه تدعيش الظروف، وتقرير اللي نزول البرلمان في الاتجاه يعني يوقف على واحد المجموعه من الوقائع السلبيه واختلالات تحتاج الى معالجه. وهناك رجعوا دائما انه ما يكفيش تعالج حاله على حده، بل خص تعالج الظاهره ككل، والظاهره ما كيعالجهاش واحد المسؤول واحد، تعالجها السياسه العموميه المتخذه في هذا الميدان، وهذا عمل الحكومه ماشي عمل لا المؤسسه المديريه السجون ولا وزاره العدل. يعني الحكومه برمتها خاصها تصونا سياسه كتعتني بالسجون، وخاصه كاين هذا الرهان والتحدي انه تطبيق العقوبه السالبه للحريه وفق شروط انسانيه تحترم كرامه الانسان وخساجين،
تحترم كرامه الانسان وخا محكوم بالاعدام الى غير ذلك. وان كان احنا في الحزب الاصاله والمعاصره يعني نقود حمله ضد عقوبه الاعدام ماشي في هذا الاتجاه هذا. المساله الاخيره هو ان هذا المشكل الجريمه وتدخل الامن الى غير ذلك ايضا كاين واحد الشق اساسي هو علاقه المواطن بهذا الفئه من المسؤولين عن الامن. وهنا علاش جبنا المثال اليابان؟ لانه كاين واحد التعاون وثيق بين المواطن وبين رجل الامن وباش يتحكموا وتغلبوا على الظاهره الاجراميه وقلصوها لادنى مستوى ديالها بالاضافه الى الظروف الاقتصاديه اللي تعيشوها. فاحنا بغينا هذه العلاقه هذه ايضا يكون محل اهتمام وتطور، وتنعتبروا انه هذا اللقاء اليوم على مسؤول من المديريه في اطار التواصل الانفتاح هذا عنصر ايجابي، ولكن يجب ايضا اغناؤه ومبادرات اخرى من جهات اخرى، مواقع اخرى، فضاءات اخرى، باش هذه العلاقه تسير نحو التطبيع العادي. وفعلا سجلنا انه المواطنين اللي دخلوا كاملين ركزوا على ان الظروف المعيشيه درجه الامن يجب الاهتمام بها، وهذا تنسجل يعني بايجابيه في الاتجاه اللي ذكرنا عليه. شكرا لك. لا تقدر تجاوب السي احسان على السؤال ديال اللي يتعلق بالامن الالكتروني، لماذا نهمش الامن الالكتروني كشكل من اشكال الامن المهمه جدا وهو المتعلق بحمايه الفضاء الالكتروني وبرمجيات المرافق الحكوميه وتتبع الشبكات الارهابيه التي تعمل على اختراق الانظمه الالكترونيه لكسر سريه المعلومات المتعلقه بالامن او القومي او حتى الشخصي. اعتقد هذا يدخل في باب الجرائم الالكترونيه، وهذا من بين يعني المجالات التي يعني تهتم بها يعني المديريه العامه للامن وتهتم بها يعني مختلف شكل جديد من اشكال الجرائم التي تتطور بسرعه ويكون الفاعلون فيها بشكل عنقودي، بمعنى انه بحال التنظيمات الارهابيه لا يمكن التدقيق بالضبط في الفاعل الاصلي او الارتباطات ديال الفاعل الاصلي. هذا نوع من الجرائم الالكترونيه التي تعتمد على يعني وسائل الاتصال المتطوره في تمريرها. وبالمناسبه هذا النوع من الجرائم احنا كنا تندويو قبيله على التكوينات، على المداخل ديال التكوين ديال رجال الامن في يعني كما جاء على لسان الاستاذ في يعني التكوين يعني بكليه الحقوق في جامعه الحسن الاول بسطات من ضمن التكوينات الاساسيه التي تلقاها الطلبه بشكل مبكر هذا النوع من الجرائم، سواء يعني الجرائم الالكترونيه او الجرائم العاديه او الجرائم يعني الاستثنائيه التي تعتمد يعني الاستباق المعلومة في التحديد. لكن أنا أريد أن أرجع إلى ما جاء في على لسان الأستاذ، وبطبيعة الحال الرقابة على يعني أعمال الشرطة بشكل عام أو على قطاع العمل بشكل عام هو واحد من التحديات الأساسية اليوم، لأنه جميع البلدان التي تشبه الحالة المغربية يعني بلدان في طور الانتقال الديمقراطي يعني مسألة الرقابة هي تشكل في حد ذاتها تحدي. وأنا في البداية حينما أثرت يعني في بداية الحلقة حينما أثرت مسألة مناقشة يعني الحالة الأمنية ضمن جلسة شهرية شفوية لرئيس الحكومة أثرتها من باب أن هناك ترابط ما بين التطور الدستوري الحاصل اللي جاء على لسان الأستاذ وما بين السؤال الأمني أو الحاجة الأمنية المطروحة اليوم بإلحاح، لأنه في اعتقادي لا يمكن الفصل ما بين التطورات الدستورية اللي جات بمبدأ تكريس الحكامة الأمنية، مبدأ تكريس الحكامة بشكل عام في فصل 154 من الدستور، جات أيضا بربط الممارسة بالمحاسبة، لا يمكن فصل هالتطورات يعني اللي عرفتها الوثيقة الدستورية بممارسة المؤسسات لاختصاصاتها ولسلطاتها. يعني هذه مسألة يجب أن نحسم فيها سيما وهذا هو الأساس الزخم اللي دعا عليه السيد النائب حتى ديال 20 فبراير وما غير ذلك. على أي أنا أختلف مع الأستاذ لأنه أعتقد بأنه التعديل الدستوري وهالتطور اللي وقع هو ماشي أيضا بضغط من الشارع، ولكن هو بإرادة جماعية ديال الفاعلين السياسيين. كاين أحزاب سياسية اللي منذ
يعني التسعينات وهي تطرح مساله يعني الملكيه البرلمانيه. المهم باش ما نوسعوش النقاش يعني تطرحت مساله الاصلاح ولها منظور مختلف يعني غير باش ما نبغي يعني حتى نعطيها لكل ذي حق حقه يعني غير باش نختم. اعتقد بانه هذه الحموله السياسيه اللي اعطات هذه الوثيقه الدستوريه يجب ان نحافظ عليها فيما يتعلق بوضع او توفير شروط الاداء امني مهني اولا ودفع عالية ثانيا وفي نقل يعني السياسات الأمنية من سياسات قطاعية إلى سياسات عمومية تكون موضوع نقاش عمومي طبعا ولكن تكون أيضا موضوع تقييم الأداء فيما بعد لأن هذا الذي ينقص أعتقد بأن هذا هو دور البرلمان بشكل أكثر الجريمة ومعها الإلكترونية قد صفتها جريمة جديدة وكذلك هذا النوع من سرقات البنوك يعني حتى النوعية وحتى في الأسلحة الطارقة والمعدات ونلاحظوا استخدام أسلحة جديدة بخصوص الجرائم الإلكترونية أو ما يعرف عند الأنجلو ساكسونيين بالجرائم السيبيرية هي جرائم طبعا حديثة العهد مرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة وما أؤكد عليه هو أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على كفاءات عالية وعلى عناصر ذو قدرات هائلة في المجال أخصائيين في هذه المجالات لدينا أيضا مختبرين جديدين لتحليل الآثار الإلكترونية الهدف من هذا التخصص وهذا المختبرين أيضا لدينا الشرطة التقنية والعلمية والجميع يعلم مهارات هذه العناصر من خلال القضايا التي بحثت فيها باعتراف دولي وباعتراف خبراء دوليين الجرائم السيبرية والإلكترونية تتميز بسرعة اندثار الدليل وبالفورية هناك ما يعرف به سواء الولوج إلى أنظمة الآلية المعطيات وتسليط فيروسات وتخريب المعطيات والولوج إلى الأنظمة هذه المجالات الحمد لله متحكم فيها على اعتبار أنه العناصر لها تدريب عالي وهذا الأمر تطلب من المملكة الشريفة الدخول في اتفاقيات للتعاون الدولي من أجل إيفاد عناصر الشرطية المغربية في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف إطار التعاون الدولي دائما الشرطي إلى دول صديقة من أجل الوقوف على آخر التقنيات المستعملة في استكشاف هذه الظاهرة المستحدثة أو بالتبادل والإسناد الميداني والمعرفي والمساعدة الفنية التي تقدمها سواء الانتربول الشرطة الدولية الجنائية والتي تتوفر على قاعدة بيانات مؤمنة يتم الولوج إليها من للوقوف على التقنيات المستعملة عبر مختلف بلدان العالم عبر المركز الوطني المركز عبر المكتب المركزي الوطني على اعتبار أن الانتربول لديها 7 مراكز ولديها مراكز وطنية مركزية بمختلف البلدان المنضوية تحت لواء الانتربول ولديها أيضا مكتب بهيئة الأمم المتحدة تقدم كما قلت وتضع رهن إشارة هذه المكاتب المركزية الوطنية قاعدة بيانات محينة بجميع التقنيات والآليات التي يتم استعمالها والأنماط الإجرامية تعامل مع جرائم جديدة البنوك مثلا استعمال أسلحة جديدة في هذا المجال كيف تتعامل مع المديرية؟ المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد وضعت في عهد السيد المدير العام السابق مذكرة من أجل تأمين المؤسسات البنكية بتشارك مع القطاعات المعنية وزارة المالية والقطاعات المؤسسات الاقتراض والائتمان والبنوك وما إلى غير ذلك على إثر تنامي ظاهرة السرقات من خلال أمام الأبناك وأيضا عبر الشبابيك الأوتوماتيكية فالمذكرة ركزت بالخصوص على كيفية تأمين محيط هذه المؤسسات البنكية وأيضا داخل المؤسسات البنكية باعتماد
أدوات إلكترونية من الكاميرات المراقبة وأيضا عناصر الحماية الخاصة والحراسة الخاصة وتأمين أيضا شركات نقل الأموال. وتتذكرون أيضا النقاش الذي أثير حول شركات نقل الأموال، والحمد لله الآن الوضع متحكم فيه والظاهرة تراجعت، ما عدا في حالات المخاطرة من طرف بعض المراهقين ببعض الأسلحة النارية من أجل القيام بعمليات النهب، وهذا عمل يكون يعني مخطط له من بعد الدراسة، يا إما يتبين أن القائم بالعمل هو من عائلة أو من ذوي معارف الضحية. لكن الشراءات والبيوعات عبر الأنترنت وعمليات القرصنة وحماية الشبابيك وأيضا بطائق الاقتراض وإمكانية الولوج إليها، هذه أمور أيضا كلها مؤمنة. إذن بقات نعطيه دقيقتين لكل واحد باش يختم ولا تعقيب على ما سبق. طيب أنا حتى لا أنا ما قلت كلش بأنه 20 فبراير هي اللي ضغطت، هذا كان يعني انتقال ديمقراطي شارك فيه الجميع، ولكن تسريع الوتيرة ديالو جاب ديك الحركة. أنا فقط بغيت نقول لأنه ما يمكنش نتحدثوا على إصلاح هذه المنظومة الأمنية إلى ما اتفقناش الجميع المتدخلين والفاعلين اللي خصو يكون. تكلمنا على هذه الظروف اللي كيشتغل فيها رجال الأمن، أكيد المديرية وعلى رأس اللسان الأستاذ كاين دور. أنا ما كنعرفش أن دور القوات المساعدة يبقى فقط لمحاربة الباع المتجولين، علاش ما يكونش هناك تكوين باش هاد القوات المساعدة يكون عندهم دور في الحماية الأمنية؟ شرطة القرب رغم المآخذ التي أخذ عليها أعتقد خصها ترجع بواحد الشكل اللي ممكن يتلائم مع التطور ديال الجريمة واللي يؤدي الدور ديالو على المستوى ديال العدل. الآن هناك مراجعة ديال الترسانة القانونية، خص تكون عقوبات بديلة، ما يمكنش واحد ما عاد سرق 100 درهم نديوه نلوحوا للحبس 6 شهور واللي يخرج لنا مجرم محترف. كاين عقوبات بديلة يجب التفكير فيها، الأشغال لفائدة الدولة، يمكن الإقامة الجبرية بين قوسين، منع التجوال في واحد المحيط معين. الدور ديال المؤسسات العلماء اللي غيبناه، احنا دولة إسلامية، وبالتالي خص الوعاظ، خص خطباء المساجد اللي غيبناهم على كل ما يتعلق بالسياسات العموميه. هذا موضوع خصهم يدخلوا له. الا كانت مراجعات فكريه تمت داخل السجون، لماذا لا نفتح الباب لهذا السجون هذا باش يدخلوا وعاظ اللي عندهم مصداقيه لدى الشارع المغربي باش يعطيوا الكلمه ديالهم؟ لان الناس اللي كتكلم معاه بالحديث الديني بان هذا الشيء راه حرام وسيدخلوا لجهنم وهذا غيدخل الجنه، هذا يصل الى القلوب. ما عرفتش علاش هذا النظام هذا. الدور ديال الجماعات المحليه، الجماعات المحليه اليوم هي مؤهله باش دير شراكات مع مديريات. كان بعض الجماعات المحليه اللي دارتها خص دير شراكات اللي غتمكن المديريه ديال الادارات ديال الامن بوسائل ديال الاشتغال، المسائل ديال الكاميرات ديال المراقبه. كاين بعض التجارب اللي دارت في بعض هذا. تكلمت على الوثائق ديال التعمير اللي خصها تخضع ضروري الامن، خص الامن الان يكون حاضر في هذه اللجان هذه اللي كتعطي تجزئات باش يكون عنده التصور كيفاش هذيك المساله خصها تدم. مساله الاناره، ملي كتكون واحد الجامعه موفره الاناره عموميه، موفره واحد تهيئه المجال اللي هي في المستوى كتعطي واحد الفسحه ديال المشي، هذا كي المساله ديال المدن بدون صفيح. ما يمكنش الطريقه اليوم باش كنديروا مدن بدون صفيح، راه كان بالفعل غادي نخلقوا واحد المدن اللي هي بواحد البطون اللي ما فيها لا مرافق لا حتى شي حاجه، وكنخلقوا واحد الاقصاء اللي غينتج من خلاله واحد البوادر ديال النزوع الجريمه. المساله ديال الاعلام، انا نتمنى الاعلام بالقدر اللي كيؤدي الوظيفه ديالو وانا كنحييه، ما يمكنش نبقاو نهولوا من الحاجه، لانه كيف قلت هذه قضيه وطنيه، هذه ما فيهاش غادي نغلبوا طرف على طرف ولا غادي نعزوا طرف، هذه قضيه وطنيه. كاين بعض الاخبار وبعض البرامج ما يمكن الا ترسخ هذا السلوك العدواني لدى خصوصا المراهقين، هذا الشيء خصو يحبس، واذا كان ضروري خصو يدار في واحد الاوقات اللي كتكون فيها واحد المشاهده اللي هي دور المجتمع المدني. اذا كانت هذه الحكومه هذه جابت وزاره ديال سمتها وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، يعني سوات بيناتهم. هذه لأهمية الدور ديالو. الدستور الجديد كيتفض في الفصل 12 ديالو كيتحدث على الدور ديالو، أين هو الدور ديال
ديال المجتمع المدني في اطار انه يعني نعبئوا الناس نعاونوا خص تمشي عندنا ديك الفكره ديال البياع. البياع كانوا كيدير ملي كانوا كي البياع اللي كان كيبيع المستعمر، ما كونك غتمشي تبلغ عن واحد مجرم او لا دار شي حاجه ماشي هي هذيك اللي غادي تحبس بها واحد العمل اللي هو ما قد يضر المجتمع. هذا خصنا ننميو هذا الشعور هذا. ثم خص الجامعه، انا قبيله مزيان صوبيت لما ذكر الاستاذ الاحسان انه كان دراسات، ولكن الى اي حد هذه الدراسات مكنات انه تدعم المجهودات الامنيه؟ بقات حبيسه توفوف كاين الابحاث. انا نتمنى، انا قلت هذا الشيء، انا نتمنى ستعرف هذا الشيء، انا نتمنى كاينه مساهمات، نتمنى ترجع لها. انا نتمنى سيرة الجريمه الالكترونيه كانت، انا نتمنى ان الجامعه مجموعه من البحوث استاذ عطيهم البرلمان دوزوا مجموعه من البحوث لكم البرلمان ونعطيهم السيد. شوف انا بعد المناسبه انا حتى بالنسبه للسيد وزير التعليم العالي تنقول له بانه جميع البحوث اللي دارت واللي هي بحوث غنيه جدا، والاستاذ بن دحمه تعرف هذا الشيء لانه شرف على بعض منها، هي بحوث غنيه جدا تفيد قطاع الامن، تفيد السياسه الامنيه. هذا ما نبغي، حيت واحد الوقيته ستضعها الجامعه رهن اشاره الحمد لله. هذا يبشر بالخير، لان واحد الوقيته كانت الجامعه منفصله على المحيط الخارجي ديالها. هذا ما لا يمكن ولا يبشر بالخير. اخيرا هو المساله ديال التعليم والتربيه، هذا الشيء خصنا نعاودوا نربيو الطفل ديالنا والشاب ديالنا على الابداع، على حب الوطن، على الابتكار، على انه يمشي ينمي المهارات ديالو الفكريه ديالو الفنيه ديالو. الاسره تكلموا عليها الاخوان، ما يمكنش نغيبوا، وبالتالي كيبان لانه هناك متدخلين عديدين، هناك منظومه ما يمكنش نفصلوا وحده على الوحده، لانه في الوقت الا جينا نمينا وحده على عصا اخرى شكرا غادي نوصلوا بداك الشيء اللي سيد سامي. استاذ احمد، اولا كنا كنتمناو انه نسمعوا يعني راي ايضا يعني الشرطه في العالم القروي اللي تقوم به الدرك، انه هذا هو فضاء اخر. احنا تنقولوا انه المطلوب الان من الحكومه تاهيل هذا القطاع الامني، تاهيله اولا بتمكينه من الموارد الكافيه باش يقوم بهذا الدور هذا، لانه هذا واحد القطاع اللي يعني ما يمكن له شيء مثلا ينتمي حزبيا ولا شكل نقابه ولا كذا، اذا كيتحمل في صمت، فما نخليوهش حتى يهضر، فنعطيوه الامكانيات الكافيه باش يقوم بالمهمه ديالو في احسن الظروف. كذلك تاهيل المنظومه التشريعيه وخاصه بالتعجيل بالمصادقه على ما تبقى من المواثيق الدوليه والاتفاقيات الدوليه اللي كاينه في هذا المجال وتنزيلها في القانون الداخلي. وكذلك تاهيل المنظومه التشريعيه القائمه، لانه الى ما رجعناش للقانون الجنائي ديالنا اللي كيعود هذه 50 سنه، يعني 62 دابا راه 50 سنه، يجب اعاده النظر في مجموعه الافعال المجرمه لانها اصبحت متجاوزه اطلاقا. كذلك يعني لابد من يعني هذا تاهيل المنظومه التشريعيه يتم اقرب وقت. الان كاين حوار حول اصلاح القضاء وكذا الى اخره، ولكن ماشي بوتيره بطيئه، بينما الحاجيات الامنيه يعني حاجيات مستعجله، حاجيات ضاغطه، لانه شفنا اربع الوزراء الداخليه عقدوا اجتماع في المغرب في بلدنا باش يعني يتصدوا الظاهره الاجراميه الخطيره اللي كتهدد ماشي الاشخاص، تتهدد البلاد ككل، العابر للحدود، عابر للحدود. وهنا فاش بغينا يعني الحكومه بيننا حل نتيده بهذا، ماشي يعني الاحداث واقعه وتنعتبرها بعيده حتى وقعنا ما يوقع داخل البلاد عاد تنتحركوا، يجب ان نكون استباقيين، وهذه مساله يعني السلطات السياسيه وعلى راسها الحكومه. تحضرني الان فكره مهمه وفي غايه الجماليه للمفكر التونسي طاهر لبيب حول مفهوم الخوف والتخويف وعولمه الخوف. وله كتابات تتحدث عن مفهوم الأمن والأمان وتسويق الخوف، وتحضرني أيضا هرمية ماسلو حول الحاجيات الأساسية للأمن على اعتبار أنه معطى حيوي وأساسي، وأستحضر أيضا مقولة جون ديفورك الفرنسي الذي يؤكد أن عالم اليوم ليس أخطر من عالم الأمس. في عودة إلى بعض الحقائق التاريخية سوف نجد أن
الخوف ارتبط باندلاع الحروب. فتاريخيا الإنسانية خلال 14 خلال 5000 سنة عاشت البشرية ما يزيد على 14000 حرب، وخلال 500 سنة الأخيرة لم تنعم البشرية إلا ب 250 عام من الطمأنينة والسلام، وهذا ما ولد معضلة الخوف هذه والإحساس بالأمن. لكن كما قال ديفورك، فعالم الأمس ليس أفضل من عالم اليوم، على اعتبار أن اليوم حقيقة هناك تضافر للجهود ما بين مختلف الدول من أجل القضاء على الجريمة المنظمة ومواجهة مختلف تصنيفات المافيا العالمية من قبيل الياكوزا والكامورا والكارتل والعائلة. وأقول أيضا أن الآن المغرب الحمد لله والمملكة الشريفة الآن تعيش أجواء الحمد لله غير مقلقة ومريحة، والوضعية الأمنية مستقرة، والمغرب سيظل بلدا شامخا وآمنا، أولا بحفظ الله عز وجل، ثانيا بفعل أساسي يتمثل في كون هذه المملكة قد وهبنا الله بملك دام له النصر والتمكين، سبط الرسول الأمين الملك محمد السادس، الذي أعجزت نساء العالم أن تريدنا مثله في تواضعه وفي خصائصه. والمغرب يعيش تعاقد، أقول تعاقد روحي الحمد لله وخلقي وديني ودستوري بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، وهذا البلد الأمين سوف يظل آمنا، سوف يظل آمنا إن شاء الله رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين. ويجب أن تتضافر جميع الجهود، ويجب أن يتحقق مفهوم المنتوج المشترك للأمن بإشراك مختلف الفعاليات ومختلف القطاعات المتدخلة من أجل صياغة سياسة أمنية عمومية تليق بهذا البلد الأمين. شكرا. كلمة الأخيرة أحسن. أنا في الختام يعني أريد أن أختم بما انتهى إليه الأستاذ بن دحمان، هو مسألة تحويل الشأن العمومي إلى سياسة عمومية، الشأن الأمني عفوا إلى سياسة عمومية، لأنه في اعتقادي أن ذلك من شأنه أن أولا يوضح المفاهيم ويحدد الإطار ويضع يعني سلطة الرقابة فوق سلطة التنفيذ وصناعة القرار الأمني. بطبيعة الحال السياسات أمنية باعتبارها سياسة عمومية يجب أن تخضع لثلاث مؤشرات أساسية مثل باقي السياسات العمومية بشكل عام، اللي هي الأجندة أو ما يسمى بالعقيدة الأمنية، يعني الاستراتيجيات الكبرى. وهنا نعول على إحداث المجلس الأعلى للأمن في هذا الاتجاه الذي خص له الدستور ب يعني رسم وتنفيذ ومتابعة السياسة الأمنية. أيضا هناك المؤشر الثاني للفاعلين، أعتقد بأنه السياسة الأمنية كسياسة عمومية لم تعد سياسة قطاعية محصورة، بل يجب أن تتسع لتشمل مختلف أو تدخلات مختلف الفاعلين، سواء المجتمع المدني أو الجماعات المحلية أو الفاعلين السياسيين أو المؤسسات الشرعية إلى آخره، يعني مختلف الأجهزة أو مختلف المؤسسات المعنية أو الفاعلة في إنتاج وصناعة السياسة الأمنية. ثم أخيرا المرجعيات، أعتقد بأنه من الضروري جدا تحديد يعني مرجعيات السياسة الأمنية، لأنه لا يعقل أن تبقى المرجعية الوحيدة كما هو معمول به حاليا في وضع السياسة الأمنية هي المرجعية الإدارية، هي الرقابة الداخلية، بل يجب أن تتسع لتشمل رقابة برلمانية، يعني رقابة سياسية، رقابة مالية إلى آخره. يعني هذه مسألة أساسية. أريد أن أرجع يعني قبل أن أختم إلى عنصرين أساسيين يعني يشكلان مؤشرين لتطور مفهوم السياسة الأمنية في بلادنا. المنصر الأول هو مسألة التكوين. أعتقد بأنه إدخال أو إدراج مفاهيم جديدة من قبيل حقوق الإنسان، من قبيل القيم الديمقراطية إلى آخره في تكوينات رجال الأمن، هذا سيساعد على إحداث نقلة سلسة فيما يتعلق
أو داخل جهاز يعني معروف كما هو الشأن في مختلف بلدان العالم بحساسيته وبضيق يعني صدره إلى آخره. ثانيا هو استغلال بعض الخبرات اللي هي الآن موجودة داخل جهاز الأمن، وهنا أنا أعرج على أستاذي طبعا أحمد بن دحمال لأنه تلقى تكوينا من التكوينات يعني المشهود لها بالكفاءة العلمية في المعهد الوطني للدراسات الأمنية بفرنسا. وأعتقد بأنه من الضروري يعني إدماج هذه الخبرات حتى تعطي نفس جديد للجهاز. ثم أخيرا أعتقد أن تطوير الأداء الأمني يقتضي مساهمة الجميع، لأنه لا يعقل مثلا أنه تلقاو جماعة محلية تتبني مدرسة يعني في قنت وتعاد تبدا تقلب على يعني على يعني خاص تضافر الجهوز، خاص تقاطع يعني مختلف الفاعلين والمتدخلين، وخاص ايضا تكون واحد النوع من المقاربه، تكون مقاربه تشاركيه يساهم فيها الجميع. نعم. لان كيف قلت قبل قليل ان المنتوج الامني هو صناعه جماعيه وليست قطاعيه. اذا شكرا لكم جميعا. اذكر باننا ركزنا خلال هذه الحلقه على الامن في المدار الحضري في المدن. بطبيعه الحال كاين هناك الامن في العالم القروي اللي تتكلف به جهاز الدرك الملكي وتقوم بجهه يعني جهود مماثله للامن الوطني في المدن. شكرا لك سي عزيز سي احمد وسي احسان، شكرا للحضور الكريم، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم لهذا الموعد الاسبوعي، وإلى اللقاء الأسبوع القادم بحول الله.